بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يقول في كلماته المنيرة الشريفة المنيفة: ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، أو كما قال صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما أحلى اللقاء وما أروع المشاهدة دائما حينما تكون بهذه الابتسامة التي هي بيننا دائما همزة وصل مهمة جدا. ونحن عدنا إليكم من جديد، وما أحلى الرجوع إليه، ما أحلى الرجوع إلى الحب، إلى الخير، إلى هذا العطاء الذي دائما ندعو الله سبحانه وتعالى أن نتواصل فيه معا بتوفيقه سبحانه وتعالى. اسمحوا لي في هذه الحلقة، ودائما خلونا في بداية الأشهر الحرم نقول كل سنة وحضراتكم طيبين، كل سنة وحضراتكم في مواسم الخير. وزي ما كنا بنقول لسه قريب في رمضان، أهلا بيكم في أيام الطاعة وأيام الحب، أهلا بكم في أيام الخير برضو. النسمات والنفحات بتتجدد في كل موسم من مواسم الإسلام، في كل موسم من مواسم الخير. واسمحوا لي في هذه الحلقة أرحب بفضيلة الشيخ محمد رضا، هذا الرجل الذي دائما ما أحب أن أفتح معه هذه الموضوعات الجميلة، لنقرأ بأبعاد أخرى وبقراءة متجددة. ما المعنى؟ الأضحية كيف شرعت؟ لنقرأ معاني جديدة معه في هذه الحلقة. شيخ محمد أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ، كل سنة وحضرتك طيب. أنت بصحة وسلامة. يعني مواسم الحب، مواسم الخير ما بتنتهيش في حياتنا، على طول في زي ما نقول إيه، في تجدد، عشان نعمل الأجهزة عندنا حاجة اسمها ريفريشمنت، نسطب حياتنا من جديد في الخير، مش كده ولا إيه؟ نعم، أحمد الحق تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أولا نهنئ الأمة الإسلامية بحلول هذه الأيام الطيبة المباركة، جعلها الله تبارك وتعالى لنا أيام خير وبر وإحسان، وتقبل الله منا جميعا فيها صالح الأعمال. ودائما نقول كما علمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. يمكن واحد تصيبه نفحة لا يشقى بعدها أبدا. يمكن أنا بحب أكلم حبايبنا السادة المشاهدين دايما بالأسلوب البسيط، بالأسلوب اللي كأني أنا وهو بنتكلم مش في تلفزيون ولا في مشاهدة تلفزيونية، ولكن أنا عايز ولا في لقاء رسمي ولا في لقاء رسمي، ما دام طلع من القلب هيروح القلب على طول. الحمد لله رب العالمين. فأنا بقول إحنا في أيام طيبة، في أيام مباركة، في أيام تسمى أيام الأضحية وأيام القرابين إلى الله سبحانه وتعالى، أيام الفداء لكل إنسان لابد أن يقدم لله. حتى حجاج بيت الله الحرام لابد لمن يتحلل أن يقدم ذبحا لله سبحانه وتعالى. طيب، كل الناس بتشترك في معنى واحد، المعنى ده هو إيه؟ هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. طب أنا بتقرب لله سبحانه وتعالى بإيه؟ بإن أنا أريق أو يراق دم تقربا لله سبحانه وتعالى، اللي احنا بنقول عليه الأضحية. الأضحية سنة أبينا إبراهيم، امتثال لأمر رب العالمين: إن أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. طيب، امتثال، مشاركة مجتمعية، في سواء للأصدقاء، للأقارب، لأهل البيت نفسهم، للفقراء والمساكين، للمحتاجين، يعني كأن في تكافل اجتماعي بين أفراد المجتمع. كل ده بناخده من سنة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فرضت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، أو جاءت هذه السنة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية من الهجرة، حيث قام بذبح الهدي. وبعدين سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام عمل شيء جميل جدا، ضحى صلوات الله وسلامه عليه عن نفسه وعن فقراء أمته. يا سلام، اسمح لي فضيلة محمد نروح بس لتقرير من تقارير الحملة السنوية لنبض الحياة عن الأضاحي، واللي تعود عليها واللي اعتادها واللي مستنيها المشاهد الكريم. خلينا نروح لهذا التقرير ونرجع لحضراتكم، خليكم معنا دايما.
كل عام وحضراتكم بألف خير وصحة وسعادة، وربنا يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. المكان اللي أنا موجود مع حضراتكم فيه النهاردة هو نفس المكان اللي كنا موجودين فيه من أسبوع أو من 10 أيام، ولكن نفس المرحلة اللي احنا بنمر بيها خلال الوقت الكريم الرحيم الوقت العظيم اللي احنا عايشينه ده، بنيجي علشان نطمن على أضاحي حضراتكم ونشوف صحتهم عاملة ايه، ونطمن على جودة الطعام اللي بيتقدم لهم، ونطمن عليهم وعلى سلامتهم، علشان بإذن ربنا سبحانه وتعالى يعني نضحي بأفضل حاجة وأجمل حاجة نقدر ان احنا نقدمها هدايا وعطايا وقرابين لله سبحانه وتعالى. ولكن اللي عايز اقوله لحضراتكم النهاردة، لما كنا موجودين هنا انا فاكر ان احنا قلنا صك الأضحية من مؤسسة نبض الحياة ب5000 جنيه. النهاردة انا جاي وجايب معايا بشرة طيبة، جاي وجايب معايا امل لكل واحد كان نفسه يضحي ولكن الظروف مش مساعداه. النهاردة قدرت المؤسسة بكل القائمين والعاملين داخل حقل المؤسسة ان هم يساهموا مساهمة فعلية من حضراتهم، ربنا يجزيهم الف خير، عشان يخفضوا سهم الأضحية من 5000 و5500 جنيه ل4500 جنيه. الفرصة جت قدام حضراتكم والأضحية ما عادتش حلم، الأضحية النهاردة أصبحت قرارك واختيارك، إن حضرتك تتصل على الرقم المختصر مؤسسة نبض الحياة وتقول سهم الأضحية بتاعي أهوت، أنا إن شاء الله هيبقى ليا سهم مع حضراتكم. ولو كان ليك سهم قبل كده في الرقم الكبير ممكن يبقوا سهمين، ممكن تبقى دعوة كريمة من حضرتك لأكثر من حد ليه صلة بيه ونفسه يضحي، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يديلك ثوابهم ويبقى ليك أكثر من أضحية. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وكل عام وحضراتكم بخير. أهلا بحضراتكم، ورجعنا لكم من التقرير لفضيلة الشيخ محمد رضا من علماء أزهرنا الشريف. فضيلة الشيخ محمد، يعني قد إيه المواسم الخير فيها عدوى، والخير فيها لما بتتسع دوائره، ونشوف أن قد إيه سباق الناس في المشاركة في الأضاحي وفي الأيام اللي جاية ده مهم قوي. هو سبحان الله يعني كل واحد بيبقى سبحان متعود على حاجة، يعني هقول لك يعني العبادة دي بتكون تعود من الإنسان، فما بيتعود عليها خلاص، زي أنا هروح أصلي بسمع الأذان بطلع أروح أصلي، جه وقت الحصاد بتاع أو آخر السنة مثلا وحطلع الزكاة بتاعتي بزك، جه شهر الصيام بصوم، جه وقت الحج لو أنا مستطيع بحي، فإحنا بيجي وقت الأضحية. ما هو أصل الحج هناك، ما هو في حضرتك بيننا وبين بعض إحنا والحجاج تسابق، هو هناك بيقدم الهدي، خدت بال حضرتك، وإحنا هنا بنقدم إيه؟ الأضحية. فاحنا برضو زي ما بتذبح احنا هنذبح، يا عم انت بتقدم دم احنا هنقدم دم، زي ما بتطيح احنا بنطيح، يعني كلانا في طاعة، ايوه، او كلنا في طاعة. يمكن الجمهور مؤسسة نبض الحياة والمتابعين لمؤسسة نبض الحياة والناس الرواد بتوعنا، انا بسميهم رواد، انتوا هتعملوا طب السك بكام؟ يعني الناس بتسألنا من فترة كبيرة، طب السكوك بكام؟ كنا عاملينها 5000 جنيه. طب والله الإدارة درست وعملت دراسات وبتاع، وبعدين هم دايما احنا حريصين على ان احنا نوفر للمتبرع برضو، يعني نحاولوا نوصلوا افضل واحسن أضحية، خدت بال حضرتك، افضل شيء نقدمه باقل ثمن، بناخد عروض اسعار، يعني مش بروح اشتري كده، لا لازم يبقى فيه عروض اسعار، ولازم فيه وفيه وفيه، وابحث عن ويبحثوا الاداره بصراحه يعني، فاجتهدوا. يمكن احنا كنا بنسجل وسجلنا مره ب 5000، وبعدين رجعوا وقالوا لا ده احنا جبنا السعر اقل. المهم ان وصلوا ل 4500 جنيه لصك الاضحيه. ايوه طيب ال 4000 اللي الشيخ احمد بيقول بشرى عظيمه في التقرير، طيب ال 4500 جنيه ده اللي عايز يعمل صك اضحيه، لان الضحيه الواحده سواء كان بقر او جاموس بيشترك فيها 7، اللي هو سهم، يعني 7 اسهم، 7 اسهم في البدنه، او اللي هو البدنه اللي هي الجمل يا فضيل الشيخ، يجوز ان يكون من الابل، ايوه، او من البقر، ايوه، او من الجاموس، ايوه، او من الماعز، او من الغنم، ايوه، يعني ده كله جايز، عشان ما حدش بس يقول بقر
بس او جاموس بس. أيوة. لا 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 كلهم انعام. كل ده انعام يدخل تحت اسم الاسم الانعام. فده كله جايز ان شاء الله. واحنا بس العلماء قالوا ان البدنه او البقره او الجاموسة عزكم الله ده بيشترك فيها 7 أسهم. احنا عندنا السهم بيحقق 30 كيلو مشفي. 30 كيلو مشفي. طيب يبقى اذا عندنا الوحده بتصفي 210 كيلو الذبيحه الواحده. يعني اسمح لي يا فضيله محمد، احنا بنقول الجمل الجاموس البقر اعزكم الله ده 7 خلاص. السهم الواحد بقى فيما دون ذلك اللي هي الخراف الخروف او 6000 جنيه اللي هو السهم الواحد. السهم الواحد المعزه سهم واحد بالظبط. احنا بنعمل خرفان وجاموس وبقر. ايوه ده الموجود ان شاء الله ب 6000 جنيه. ايوه ولو حد عايز معز بندخل له في الفئه الكويسه ديت اللي هي لو حسب رغبته يعني. أيوة. خدت بال حضرتك. فطبعا ده بيتعود، انا كل الكلام ده احنا بنتكلم على العاده. فواحد اتعود انه عايز، فهو من زمان. حتى انا اعرف ناس ما يعني عندهم قله ذات يد، لكن هو عامل جمعيه عشان يعمل بقى اضحيه. تخيل، عشان يشارك بالسهم، عشان يشارك بسهم اضحيه. يعني هو واحد صاحب معاش او واحده صاحبه معاش يقول لك لا انا عايز اضحي، انا عايز اعمل سن. طب بيجي لي في ناس يقول لك ايه، انا عايزك توزع الاضحيه كلها على الناس. طيب بيجي في حد يقول لك انت عايز يا عم من طب في حاجه تانية، المشاهده بتاعت مشاهده الناس اللي هم المشتركين. احنا بندعو كل مشترك ان هو جاي يحضر، يعني لو عايز يحضر ويشهد الذبح بنفسه. وده حصل في اسكندريه السنه اللي فاتت. انا كنت وانا في اسكندريه وفي الغربيه وفي الشرقيه، الثلاث محافظات انا كنت فيهم، ان بعض الناس اتى وشهد الذبح. وفي كان في بث مباشر برضو على الاونلاين في بعض الاماكن بنعمل. طبعا حضرتك. طيب انا من الحاجات المشاهد الجميله اللي عجبتني وانا في الغربيه دي، حد من الحمول من كفر الشيخ هو ومراته وصديقه، فانا بقول له انت هتعوز من اللحم بتاعك جزء اللي عايز التلتين مثلا او التلت. قال يا عم الشيخ انا عندي، انا جاي عامل ده لله وبعمله، عايزكم انتوا اللي توزعوا، انا بحب مؤسسه نبض الحياه وانا عارف انها بتروح في اماكن تدي الناس محتاجين، وخاصه شاف المكان اللي احنا فيه والحاجه بتاعت الناس والمكان اللي احنا فيه. فالراجل كان مطمئن وقال انا الحمد لله انا جاي بس اتثبت من ايه، من اللي انا كنت بشوفه بعيني. وده من حق المشارك والمضحي، من حقه. بندعوهم يا استاذ حسن طبعا. احنا عندنا عايزين الشفافيه. طب خلينا نروح بس لفاصل قصير ونرجع لحضرتك عشان نستعرض تفاصيل اكتر واكتر مع حضرتك شيخ محمد، والمشاهد يسمع كل حاجه ويشوف بعينيه. خليكم معانا دايما. اهلا بحضراتكم ورجعنا لكم. وهنروح دلوقتي نشوف مشهد من المشاهد المهمه جدا اللي بنتابع فيها ايه اللي بيحصل في الفرافره، ايه اللي بيحصل في مزرعه النخيل، ايه اللي بيحصل في مزرعه الخير. ومن شويه كنا بنتكلم عن الاضحيه، ودايما دي دوائر الخير اللي بتتسع وتتسع لتشمل الكثير والكثير من محب الخير ومن مستحقي هذا الخير. هنروح نشوف التقرير عن الفرافره وعن مزرعه النخيل وعن وقف الخير والنخيل ونرجع لحضراتكم. يمكن زي حضراتكم ما انتم شايفين ومتابعين معانا من بداية الرحلة، احنا مشغلين يعني بنواصل جهود جبارة بيقوم بها جنود وجيش من اهل الخير هنا اللي بيقطنوا او بيسكنوا او بيتواجدوا بشكل مستمر وشكل دائم في مزرعة وقف النخيل الخيري من مؤسسة نبض الحياة هنا في ارض الفرافرة، في ارض الخير، في ارض النور. لكن لفت نظر الحقيقة المشهد او الجرار بالمقطورة اللي ورايا دي، بالجرار اللي عمال بيحمل الفسايل، بيحمل النخيل. عشان كده قلت انا لازم اقف واتكلم مع الراجل الطيب اللي بصراحة اتحفني بكلام انا ما كنتش اتخيل ان انا ممكن اسمعه منه. فانا عايزه الاول يعرفني بنفسه ويعرف حضراتكم هو جاي منين، لان احنا في الفرافرة وهو جاي من مكان بعيد جدا ممكن حضراتكم تستغربوا. بداية احب اتعرف بحضرتك. انا اسمي ناصر ابراهيم سلام. منين يا عم ناصر؟ انا محافظ كفر الشيخ مركز بيلا.
يعني حضرتك جاي من محافظة كفر الشيخ هنا للفرافرة؟ اه ان شاء الله. طيب حضرتك يعني موجود او متواجد هنا بقالك قد ايه؟ انا بقالي سنة. بقالك سنة مع انا بقى هنا في وقف النخيل بقالي سنة. تمام. لكن انا كنت هنا قبل كده في الفرافرة يعني متواجد في شغل تاني يعني وبتاع. لكن لما سمعت عن المشروع الوقف الخيري وقف النخيل حبيت اجي اشوف وجربت، فجيت لقيت هنا ما شاء الله إدارة ومهندسين في قمة الأخلاق والاحترام والأدب، يعني ديت شيء شدني أكتر. أنا عايز أقول لأي حد عايز يتبرع يا جماعة، أنتوا مش بتتبرعوا، الثواب بتاعكم مش على قد الوقف وبس، الوقف الثواب اللي أنتوا بتاخدوه، الناس اللي شغالة في الراي، الناس اللي شغالة في الكدبة، الناس اللي انتوا بتاخدوا منها الثواب، كل دي بيوت مفتوحة وكل دي ناس انتوا بتاخدوا منها الثواب بتاعها من غير ما انتوا تحسوا. الناس دي على قد ما ان ربنا سبحانه وتعالى بيبعت لها اجور على مجهودها وعملها اللي بتشتغله، ولكن هي بتشتغل بحب لانها عارفة ان هي بتشتغل وبتجني حسنات، زي ما بتاخد اجور عشان تاكل ولادها وتصرف على معيشتها كمان بتاخد حسنات، فازاي الحب ده ما يبقاش في قلوبهم وهم بيقولوا الارض دي فعلا ارض خير؟ اللي عمل الخير ده واللي شارك يعني بقول له انت ثوابك وعطاك عند ربنا كبير جدا، وعطاك عند ربنا اكبر واكبر بفضل الله سبحانه وتعالى، لما تجيب غيرك عشان يشارك عشان نكمل الالف فدان في اقرب فرصه ممكنه وندخل على الالف اللي بعدها باذن ربنا تبارك وتعالى. اهلا بحضراتكم وبرجع للشيخ محمد رضا من علماء الازهر الشريف. الشيخ محمد وجد الترحيب بيك، وطبعا انت عايز اقول لحضرتك حاجه، دايما اول ما بتشوف مزرعه الخير والنخيل وهذا الوقف الخيري الجميل بتقول دايما كل يوم بتتاكد لك احساس انت حسيته اول مره، اول ما دخلت هذه المزرعه، اول ما شفت الناس اللي بتزرع بحب وفي أرض الحب وفي أرض الخير. يمكن المزرعة ديت فيها بركات ونفحات من الله سبحانه وتعالى. يا رب يديمها. لأن يا رب يديمها. يا رب يديمها. لأن أنا أول ما رحت وشفتها صحراء غير تاني مرة غير تالت مرة غير رابع مرة، كل ما بروح مرة ألاقيها ازدادت خير وازدادت نفحات. ويمكن دار حديث بيني وبينك في مرة من المرات وقلت لك فيه هنا سر عجيب، فيه اختيار من الله وحفظ من الله سبحانه وتعالى لهذا الوقف. ده في اول زياره كنا مع بعض فيها وشرفت باني كنت معاك. الله يبارك فيك. زياره حقيقه. الله يرضى عليك. فطبعا الـ 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 كان الاحساس ده مش انا لوحده اللي قلته. صحيح. ومش انا، لو انت طبعا استمعت في التقارير او استمعت لبعض الناس اللي اتكلموا اللي هم جم ويعني وجدوا مشقه 12 ساعه سفر او 13 ساعه سفر، وعلى الرغم من ذلك اللي ماسك عصا والعجوز واللي عنده 70 سنه واللي عندها 80 سنه وجايين وعايزين يشوفوا ايه اللي جاب الناس دي المسافه دي كلها. التعبير الجميل اللي كنا بنسمعه دايما من الناس الكبيره في السن او الناس اللي احنا مشفقين عليها، يعني انا حتى اما كنت بشوف الناس دي افكر ان انا شباب، يعني ما احسش ان انا حد عايز ياخد ايدي والكلام ده، لا احس ان انا شباب لان بشوف ناس اما بشوف احس الدنيا شبابك. شباب فانا دايما اقول لهم معلش احنا تعبناكم وبتاع، يقولوا احنا ما حسناش بالتعب ساعه ما شفنا المنظر ده، احنا ما حسناش بالتعب. وبعض الناس فيهم شبه تشبيه بانه نوع من انواع العباده، لكن انا مش هقدر اقوله عشان ما بحبش شيء يؤخذ عليا يعني خدت من حضرتك. فطبعا يعني تعبير بتاع الرجال والنساء والفتيات والشباب والاطفال الصغيرين اللي جايين كلك يشاهدوا ويزرعوا النخل بتاعهم، طبعا احنا في المرحله اللي احنا فيها دلوقتي مرحله انتظار جني الثمار، المرحلة الجميلة اللي احنا كلنا سعدة بيها بعد ما زرعنا 450 ألف نخلة، 45 ألف نخلة
45000 نخله. وعندنا ان شاء الله، وان شاء الله قادم ان شاء الله. طبعا دول في 750 فدان، وان شاء الله هنزرع تاني في في في, في القريب العاجل، اللي هو الانسجه اللي احنا عاملينها وبنت الجوره اللي احنا عاملينها في الصوب، خدت بال حضرتك، بنزرع في غير المواعيد الرسميه كمان. وبعدين هيجي في شهر 9 وشهر 10 نكمل الستين ألف نخلة. دول في ألف فدان. الألف فدان دول يا أستاذ حسن محتاجين إيه؟ الألف فدان فيهم 60000 نخلة. طب نقف عند الرقم بس، ونروح للتقرير اللي معانا، ونرجع عشان نعرف إيه اللي محتاجينه تفاصيل أكتر مع فضيلة الشيخ محمد رضا. هنروح للتقرير اللي معانا، ودايما في كل تقرير مزيد من التفاصيل. وخليكم دايما على وصل واتصال، ودايما في الخير مواصلين. والواحد لما تبرع تحس بحاجة جميلة ربانية كده، وفعلا صدق 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 فعلا. أنا ما كنتش مصدق أنه كل النخل ده، الله أكبر. واللي أنا شفته النهاردة فوق ما كنت أتخيله، أول مرة في حياتي، ولكن ما شاء الله شفت النخيل، وما شاء الله 30000 نخلة هي مزروعة. المنظر كويس، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر، يعني حاجة تبهر بصراحة، وحاجة أنا الله أكبر عليها بجد. معاملة أحلى معاملة، ربنا يجعلهم في ميزان حسناتهم، ومعاملتهم في منتهى الجمال بصراحة ربنا. أنا فرحة كني راح أعمل عمرة، أنا حاسس أن أنا هطير من الفرحة. ربنا يتقبل حاجة، وحاسس كمان أن يعني أن أنا عملت حاجة لوالدي ووالدتي بالتبرع بالنخلة دي. ونشكر نبض الحياة على تعاونهم وعلى فتح المجالات دي، ليه؟ لأن حتى المجال دون واسع وبيشغل شباب كتير جدا. ونبض اتوفر. فجينا هنا وشفنا على الطبيعة إن حاجة أجمل من الخيال، وما كنتش مصدقة، بس أنا لما شفت كل حاجة على حقيقتها بقيت عاوزة أعمل كل يوم نخلة. نبض الحياة دي مفيش لا قبله ولا بعده، أنا شايفة كل حاجة على أرض الواقع، وحاجة ما شاء الله عليها. وأنا مبسوطة اللي أنا جيت النهاردة هنا، وأشكركم وخدمتكم كويسة معنا. نبض الحياة وعدت فعلا ووفت النهاردة على الطبيعة، نشوفنا ده كله على الطبيعة يا جماعة. حسيت براحة ومصداقية جميلة جدا، وراحة نفسية حلوة جدا. انشرح صدري. أنا فرحانة جدا، وقلبي منشرح بطريقة فوق ما تتصوري بصراحة، وتغير فيها حاجات كتير قوي. أنا الفرحة مش مساعيانة كنا طالع الحج. مؤسسة نبض الحياة هي نبض الحياة. أحب أهني وأشكر السادة القائمين على إدارة مؤسسة نبض الحياة. الناس دي بتعمل مشاريعها وأعمالها كلها لفعل الخير. ونشكركم جميعا على هذه المقابلة المحترمة والتعامل المحترم. كنت بتكلم في التليفون بيرد عليا كويس وبيعاملينه كويس. اللي ما جاش وعباله انه يجي المكان ده ويحس بالفرحه والسعاده دي. وان شاء الله هنيجي مره واثنين وثلاثه مع مؤسسه نبض بامر الله. ربنا يوفقني، ولو العمر في بقيه ان شاء الله السنه الجايه اكون هنا ان شاء الله. أهلا بحضراتكم. والأجمل اللي في المشهد فضيلة الشيخ محمد الكلام أصحاب المتبرعين، يعني الأصحاب، يعني احنا هو الوقف معنى الوقف، الوقف خلاص ما بقاش ملك، ده ملك إيه؟ لله سبحانه وتعالى. نعم. الشهادات دي والإحساس اللي كنت بتشوفه من الناس وإنت قريب منهم، هو ده إحساس أي إنسان يشوفه. أنا يمكن في مشاهدتي لبعض اللقاءات مع الأستاذ أمجد مرجان، وهو بيشرح على الحاجات اللي ربنا أكرم المؤسسة بيها، والمشروعات اللي ربنا أكرم المؤسسة بيها اللي هي متعلقة بوقف النخيل. طبعا حضرتك كان بعد صلاة الفجر تقريبا وأنا بسمعه،
بست ايدي وش وظهر كده وسجدت لله شكر. حمدا وشكرا. ليه؟ ليه؟ لان الناس انا طلعت اتكلمنا عن وقف النخيل. يا ترى الوقف ده هيكون ربنا سبحانه وتعالى هيكرمنا فيه ولا لا؟ هيكون فيه مصداقية وحقيقة ولا لا؟ اما انا بقيت دلوقتي في ارض الواقع وبقيت بدأنا دلوقتي الثمر لم يخرج بعد، ولكن في حاجات ومشاريع تابعة للوقف النخيل اشتغلت، فطبعا فرحة كبيرة، شيء بيخلي الإنسان والناس كلها، الناس يعني ما يعرفوا طبعا، والكلام ده هيعرفوه إن شاء الله في القريب العاجل، أما يعرفوا إيه اللي وقف النخيل بيحققه وبإذن الله وإيه اللي هيحققه وإيه اللي هيحققه أما يجي المصنع بتاع التغليف والتعبئة إن شاء الله في العام القادم إن شاء الله كده، والناس تشوف. يعني أنا ناس بتكلمني يقول إحنا إمتى إن شاء الله، أقول لهم قريب جدا، إحنا يمكن الخبراء كانوا بيدوا مواعيد، هم دلوقتي بيغيروا المواعيد بتاعتهم، بيقولوا فيه عناية إلهية متدخلة، الخبراء نفسهم القائمين على العمل. هو ألكسندر محمود اللي هو اللي عايش في أمريكا، أما بيجي ويشوف بيقول أنا مش متخيل ومش ممكن، ده حاجة خلاف العلم يا رب خالص، يا رب يا رب يا رب اللي بيحصل إن شاء الله خلاف العلم. يعني فيه تدخل إلهي وعناية إلهية، اما يلاقوا نسب النجاح اكتر من 99% مع الاخذ بكل الاسباب طبعا. يعني طبعا عشان برضو يعني النقطه يعني مهمه جدا يا استاذ حسن، احنا عندنا الاشراف الهندسي المستمر اللي هم مقيمين في المزرعه، والخبراء اللي بيروحوا لهم بصفه مستمره خدت للمتابعه، ده شيء يعني الحمد لله. انا بقول لك كله توفيق من الله طبعا سبحانه. طبعا يعني انت حضرتك تمن النخله كام؟ تمن النخلة أرضها والطاقة الشمسية بتاعتها والأبار بتاعتها والاهتمام والعناية والرعاية بتاعتها والرعاية سنتين ثلاثة على انت بترعى وليد كائن حي حقيقي محتاج، اللي هي سنتين ثلاثة 5,000 جنيه بتكلف على المؤسسة أكتر من كده. ولما جم يقولوا ده بتكلف أكتر من كده قلت لهم إحنا لازم نتحمل. يعني المؤسسة الوحيدة اللي بتزرع بلح مذجول هي مؤسسة نبض الحياة. خطر حضرتك احنا زارعين دلوقتي عندنا ال 60,000 ان شاء الله قصدك في عمل الخير وفي في 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 النخيل في زراعه النخيل مؤسسه رائده في كده رائده في وقف النوع بتاع البلح نفسه. نوع البلح مش موجود في وقف تاني يا استاذ حسن، انا بقولها واعرف انا بقولها ازاي يعني. وحضرتك بتحدد كلمه وقف وقف خيري لله سبحانه وتعالى، وقف تشرف عليه مؤسسة نبض الحياة. بشكرك شكرا جزيلا على هذا المعنى، ودايما مهما اتقال ومهما تم الوصف دايما نقول يا رب أتم نعمتك علينا وأتم نعمك علينا ظاهرة وباطلة يا رب العالمين. بشكرك فضل الشيخ محمد رضا، لأن الدعاء دايما هو اللي بيجعل اليقين في الله أكبر وأكبر وأكبر، ويقيني بالله يقيني. بشكرك شكرا جزيلا فضل الشيخ محمد رضا، ونلتقي دايما على كل هذا الخير وكل هذا العطاء، ودمتم دائما في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.